السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة المرأة. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم عندنا فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم غنعمل لكم أكلة البيصارة، لأن بما أن اليوم يوم ممطر، يوم نهار عندنا كطيح فيه الشتا بزاف في الشمال الجنوب، ما عرف هادشي، ولكن عرفتي أحسن أكلة اليوم هي البيصارة تسخن الجسم. وغنعمل لكم بيصارة الجلبانة بطريقة خاصة. قليل اللي كيعرف هاد الطريقة. هاد الطريقة كتجي بحال كطيبة بحال طياب د اللحم. الجلبانة ها هي، عندنا نص كيلو ديال الجلبانة، وعندنا واحد البصلة مفرومة، وعندنا هنا العطرية، كل من ملعقة كبيرة ديال الملحة، نصف ملعقة من الكركم، ونصف ملعقة من الإبزار، ونصف ملعقة من الزنجبيل، ونصف والقليل اي ربع ملعقه من الكمون. كتدي يعني طياب عطريه اللحم، عين المعدنوس والقزبر اللي ما كنعملوش، داكشي قلت لكم راه هي كطياب ديالها بطريقه خاصه. دابا اول حاجه كنعملو الجلبانه في الطنجره، ونخويو عليها الماء ونشعلو عليها العافيه. طبعا احنا عملنا هاد الطيب بما كنكونو غسلناها 3 اولا 4 الغسلات. كتعمل نص كيلو مثلا بيصر ديال الجلبانه، وكتعمل لها يطرد الماء، وتخليها تغلى تطلع الرغوه ديالها باش تحيدها له. وانا نرجع معكم. دابا هي الرغوه ملي طلعت، هي هادي كتعمل بحال هيدا. انا غادي نحيدها دابا، نحيدها عاد نوريكم، لان ما كاينش ولدي اللي كيعاوني في التصوير. بحال هاد الشكل هذا، ها هي تبدات كتفيض. انا نحيدها دابا ملي كنزولوا للرغوه، كنسيبوا فيها هاد البصيله، وكنسيبوا فيها هاد العطريه، وكنعملوا فيها هاد الزيت. ما قلت لكم شي قبيله زيت بلديه، يعني بحال نص كاس ما كاملش. كنحركوها وكنشدوا عليها ونخليوها تطيب تتصفر وتعاود الكوكود، وكتطفيو عليها ونرجع معكم. كذا البصله ديالنا هي طابت، هانتوما شوفو باش تفرقعت ديال الجلبان ماشي ديال الفول، هادي ها الطياب ديالها مختلف. دابا غندوزو باش نطحنوها. ها أنا رجعت معكم. بما أن عملنا البيصارة أكلة صحية وديال التغذية السليمة، كنقترح لكم أن باش نعملو الخميرة البلدية. عرفو كيفاش نعدلوها، لان المنافع ديالها كبيره وكبيره بزاف، حنا غافلين عليها. هذيك الخميره البلديه، ديك الحموضه ديالها هي اللي كتكون البكتيريا اللي كتكون عندنا في الامعاء، واللي ما كتخليش ان حنا تبقى عندنا ديك الكرش منفوخه وكبيره، كتحاول ان تقلل من الكرش ديالنا. انا نسيتي تبارك الله كتعملها ولات كرشه مره مساويه معاها، واحد الشيء ما عندي ما نقول لك. خص الانسان غير يصبر ويحاول ويعدل داكشي، هذاك هو يولي مزيان. دابا انا غنوريكم الطريقه. هذا القمح الكامل، خص القمح يكون الكامل اللي بالنخاله ديالو، تخلطو بالماء الدافئ. هي سهله ما كتستغرقش وقت طويل. وهاد الخميره البلديه هي اللي كتحيد لنا ديك حامض الفيتك اللي كيكون في القمح. بعدا ناخد مع هاد القسمة على جوج، لان هي كتخمر كتنتفخ. دابا حنايا قربنا نخلطوها،
ان هي ضايق تخلط، ان القمح الكامل كيكون فرفش يعني ضايق تخلط بحال هيدا. ملي كتخلطو وتساليها كيكونو عندك خمسة تمرات كتغرسهم بحال هيدا. كاين لي كيحمضا باللبن، تا اللبن مزيان، وكاين لي بالتمر. من بعد كنغطيوها بالسلوفان. انا قررت نخليها هي هنايا تخمر هنا. اذا كان عندك مثلا الفران شاعل وطفيتي كتكون باقا فيه ديك السخانه شويش، دخلها غير تسخن شويش صافي، وخليها فيه لانه هو تكون زادت له الحراره ماشي مشعول، خليها فيه لا غدا كتعجن بها، كتصبح خامره كتعجن بها. وغدا ان شاء الله الرحمن الرحيم انا عجن بها الخبيزه ونوريكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا ندوز باش من بعد ملي كنطحنوها كنعملوها هنايا في هذا الطويجن، نزيدو نشعلو عليها تزيد تعلق تجلب مزيان. هاو كنعملو التزيين النهائي ومن بعد نرجع معاكم. دابا البيصرة ديالنا هي تجلبت، هي ولات واجدة كما كتشوفو الخطورية، لأن فيها الألياف كتبان بحال لوجيل، يعني بحال فيها لوجيل كتولي متماسكة. يعني شوفو هيدا الطياب ديالها لي خصو يكون، هيدا واش كتنفع من سرطان القرون، يعني كتسقيك من سرطان القرون يعني المصران الغليظ. هي راه عندها فوائد كثيرة البيصارة بزاف، خصوصا هذه ديال الجلبن اللي حنايا في المغرب كنعطيوها شي أهمية كبيرة. الناس في الشرق هنايا في الخليج كيعطيوها واحد الأهمية كبيرة، حنا كنعملو الفول كثر، ولكن هذه مفيدة بزاف، عندهم نفس الفوائد وهذه زايدة شويش. دابا هنا عملت لها زيت البلدية وغادي نزيدها شي شويش. عملت حنايا تا في الزلافة، كاين اللي كيبغي شي يشربها هيدا ياكل هنايا، كاين اللي كيبغي في الطاجين، انا كنفضلها هنا في الطويجن تضرب باش كيجي كلشي طبيعي. ممكن عندنا شوية السودانية كتبقى اختيارية هنايا في الوسط باش اللي بغا. انا شي مرة كنطيبها معاها، ولكن اللي عنده العيال صغار ما بغاوشي ما يطيبهاش، كل واحد يعمل اختياريه. على هيدا انا عملت هاد هي البيصره ديالنا، نحاولوا نعملوها ولو مره في السيمانه لان هي غذاء جيد حساء جيد المصار والكلشي بحال اللي قلت لكم، لان كتحتوي على الالياف، تحتوي على الحامض الفولي وعلى فيتامين بي خمسة، وهي من الاغذيه الجيده. حنا هنايا ما كنعملوهاش بزاف، ولكن نحاولوا لان هي عندها فوائد كبيره بالنسبه للجسم والمصارن. وبهيدا عادي نكون وصلنا لنهايه الحلقه، استودعكم بالله الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.